أنا مش مرتاحة وعايزة أقوم. أنا جاية مخصوص عشانك النهاردة. طب وعينيها يا دكتور؟ مش مشكلتي يا أخوي. نروح السينما. العنوان مظبوط؟ خليني ذكرى حلوة في خيالك وفي قلبك. وهي إيه الجريمة اللي هي ارتكبتها؟ انتي لازم ترجعي بيتك. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ حسبتهم غير حسبتنا. انا مهمتي خلصت.